طيب انا عن نفسي انا عايز اسحب الدولار ده، فانا بضغط هنا بالشكل ده هسحب الدولار عادي. هنا بيقول لي اختار البنك، انا مثلا هنا اختار البايبال. انا بالنسبه لي البايبال دي اسهل طريقه بالنسبه لي. تمام يا اصدقائي، انا ضفت حساب البايبال بتاعي واخترت البايبال الاول وضفت حساب البايبال، وهنا اضغط على سبميت بالشكل ده. المفروض دلوقتي اصدقائي انا اخد 1 دولار. السلام عليكم اصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو اصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام اصدقائي الغاليين. والنهاردة اصدقائي نعرف مع بعض ازاي نسحب الارباح بتاعتنا، زي ما انا قلت لك يا صديقي، تطبيق الفي بي ان اللي انا شرحته في الفيديو اللي انت ممكن تلاقيه في الاي اللي هتظهر هنا او الاي اللي هتظهر هنا. ببساطة لازم تشوف الفيديو ده لان الفيديو ده مهم جدا. التطبيق ده اصدقائي مش مجرد تطبيق في بان عادي، لا، ده انت بتقدر من خلاله انك انت تربح فلوس حقيقية بالفعل. ايوه يا صديقي، بتقدر تاخد منه فلوس. واحد هيقول لي ازاي اربح منه فلوس؟ تقدر تربح منه فلوس عن طريق تجميع النقاط. بتجمع نقاط داخل التطبيق. فين مكان تجميع النقاط بالظبط؟ كل ده هشرحهولك وهعرفهولك. تقدر تجمع النقاط دي بتحولها لدولار وتقدر تسحبها على الحساب بتاعك. طيب ايه التفاصيل؟ النقاط اصدقائي كل 1000 نقطة بتقدر تاخد عليها 1 دولار. واحد هيقول لي ازاي 1000 نقطة ده كتير جدا، اعمل ازاي 1000 نقطة؟ اقسم بالله اصدقائي عملت 1000 نقطة في اقل من ساعة. اقسم بالله عملت 1000 نقطة اقل من ساعة. طيب ايه اللي حصل؟ في عجلة الحظ او الروليت بتقدر تدورها، يعني بيدي لك عدد دورات في اليوم ممكن 200 مرة في اليوم وبتختلف على حسب الايام. تمام، دي حاجة. تاني حاجة عن طريق الدعوات او الاحالات، بيكون ليك كود. انا ليا كود، اول ما تفتح التطبيق عندك تضيفه بيضيف لي انا نقاط ببساطة، وبيضيف لك انت نقاط بكل سهولة. يعني من السهل جدا انك انت تعمل دعوة لاصدقائك عن طريق الكود اللي هتلاقيه موجود عندك في الحساب بتاعك بعد ما تسجل. تمام، لان اي حد بيسجل داخل التطبيق بيكون ليه كود خاص. تمام، بتخلي الكود ده وتبدا تشيره بين اصدقائك او اي حد ما محملش التطبيق، بتديله الكود بيبدا يضيف الكود بتاعك وبتاخد من خلاله نقاط. دلوقتي اصدقائي بكل اختصار هنعرف ازاي نسحب مع بعض الارباح من داخل التطبيق. كل اللي عليك انك هتفتح تطبيق بعد ما تسجل، وبعد ما تبدا تستخدم عجله الروليت في جمع النقاط او تدعي اصدقائك. بكل بساطه التطبيق بيفتح بيه الشكل ده. لو انت عايز تستخدم عجله الروليت، يعني بتضغط على الثلاث شرط دول، وبعد كده بتيجي على هنا اللاكي ويل بالشكل ده، او مش عارف هي اسمها ايه، هي دي عجله الروليت. بكل بساطه طبعا انا خلصت العدد المسموح لي في التدوير. انا كان مسموح ليا ب 200 دوره في اليوم، وبتختلف. انت ممكن تلاقي النهارده 100 200، ممكن بكره تلاقي 5، ممكن تاخد 3 ايام وترجع لك تاني. يعني ما بيكونش ليها عدد محدد. يعني النهارده انا كان بالنسبه لي 200 دوره، خلصت ال 200 دوره. انت كل اللي انت هتعمله انك بتضغط على بلاي بالشكل ده اهو، وبعد كده بيقول لك انت عايز تشاهد اعلان ولا لا. لو ضغطت على نو هيظهر اعلان، ولو ضغطت على يس برضه هيظهر اعلان. في الحالتين هيظهر ليك الاعلان. بعد كده مثلا هضغط على نو هيبدا يعمل لك لودنج بالشكل ده، هيظهر لك اعلان بالشكل ده. اول ما تقفل الاعلان هيدي لك النقاط، يعني اول ما تعمل اغلاق بالشكل ده المفروض هو دلوقتي يدي لك النقاط بتاعتك. انا بالنسبه لي عشان خلصت عدد الدورات بالنسبه لي، فهنا بيقول لي سوري، يعني خلاص انت خلصت عدد الدورات بتاعتك النهارده. اوكي انا مش مشكله، ولكن بعرفك ازاي تستخدم عجله الروليت علشان تقدر تاخد نقاط من العجله. بكل بساطه لو تلاحظ اهو خلص. وفي طريقه تانية اللي هي عن طريق دعوه الاصدقاء، برضو بتضغط على الثلاث شيرات دول، وبتلاقي في حاجه هنا اسمها ريفلانس كود. الريفلانس كود هنا بكل بساطه هو الكود الخاص بيك اللي انت من خلاله بتخلي اصدقائك اول ما يحملوا التطبيق ويسجلوا ويفتحوه بيلاقوا مستطيل كده بيضيفوا الكود ده. تمام، انا بالنسبه لي الكود بتاعي اللي هو ده،
يعني انت صديقي ضيف الكود بتاعي عشان اخد نقاط وانت تاخد نقاط، مش هتخسر اي حاجه كده كده. يعني اول ما بتفتح عادي انك كده تضغط على سكيب تتخطى، او عادي انك انت تضيف الكود، فمش هتخسر حاجه. ضيف الكود بتاعي وخلي صديقك يضيف الكود بتاعك من نفس المكان ده، هتدخل على الحساب بتاعك هتلاقي فيه كود مختلف غير الكود بتاعي. بتخلي صاحبك بقى اللي هو ما يعرفش التطبيق يحمل التطبيق ويضيف الكود بتاعك عشان انت تحصل على 10 نقاط. يعني كل دعوه لصديق بتاخد مقابلها 10 نقاط. الحاجه الثانيه اللي هي عجله الروليت. عجله الروليت بتاخد حوالي 200 دوره في اليوم، وفي ايام بتوصل ل 1000 دوره في اليوم. انا لما تواصلت مع مطور التطبيق قال لي في ايام بتبقى 350، في ايام يعني 350 دوره، في ايام بتبقى 1000 دوره في ايام يعني زي المواسم كده، وفي ايام بتبقى 50 دوره، وفي ايام بتبقى 200 دوره. يعني عدد الدورات دي بيختلف من يوم للتاني او من اسبوع للتاني او من شهر للتاني، فيعني بيبقى في عدد دورات مختلفه في الايام او في الاسابيع. يعني ما تقلقش ان النهارده مثلا لقيت دوره او دورتين، لا، هو في ايام بتوصل معاك لألف دورة، متخيل؟ يعني ألف دورة دي ممكن تعمل من خلالها 10 دولار 20 دولار، يعني انت متخيل؟ انا 200 دورة عملت فيهم 1 دولار عادي، موضوع بسيط جدا وما اخدش مني الوقت اقل من ساعة كنت مخلص. طيب فين النقاط بتاعتي؟ لما بضغط هنا بلاقي هنا النقاط بتاعتي، انا النقاط بتاعتي اللي انا اخدتها النهاردة هنا زي ما انت شايف اهو بتاريخ 12/8/2023. خلينا ننزل كده لتحت اهو، كل ده انا واخده النهاردة اصدقائي، كل النقاط دي مفيش غير مثلا يوم 8 1 2 3 من اول هنا ولا تحت، هم دول من يوم 8، يعني الثلاثة والخمسة والاربعة دول من يوم 8. لكن النهاردة لو تلاحظ اهو 12/8 اهو، انت متخيل من 12/8 كل دي نقاط انا خدتها 12/8 اهو، كل دي النقاط انا جمعتها 12/8 من عجلة الروليت اهو، دي كله من عجل الروليت. لو تلاحظ هنا الـ الاجمالي للنقاط بتاعتي اللي هو 1099، يعني انا اقدر اسحب 1 دولار، اقدر اسحب 1 دولار، لان هنا بيقول لك ال1000 نقطه بيساوي 1 دولار. واحد يقول لي ال1000 نقطه ده كتير قوي انا ما اقدرش اجمعهم، لا يا صديقي الموضوع اسهل مما تتخيل. بقول لك انت مش بتاخد دوره او 2 او 3، لا، انت بتاخد اكتر من 200 دوره 300 دوره، وفي ايام بتوصل ل1000 دوره، تمام، زي ما قال مطور التطبيق. وفي الايام دي انت بتقدر تستخدم كل الدورات وتاخد نقاط اكتر وتحولها لدولار. طيب انا عن نفسي انا عايز اسحب الدولار ده، فانا بضغط هنا بالشكل ده هسحب الدولار عادي. هنا بيقول لي اختار البنك، انا مثلا هنا اختار البايبال. انا بالنسبه لي البايبال دي اسهل طريقه بالنسبه لي، تمام يا اصدقائي. انا ضفت حساب البايبال بتاعي واخترت البايبال الاول وضفت حساب البايبال، وهنا اضغط على سبميت بالشكل ده. المفروض دلوقتي أصدقائي أنا أخد 1 دولار. بإمتى بتتحول لي الـ1 دولار؟ الـ1 دولار بيتحول لك في غصون 48 ساعة، يعني الحوالة أو الدفعة اللي أنت هتستلمها في غضون 48 ساعة، يعني يومين المفروض تكون الحوالة اتحولت عندك. لو تلاحظ أهو 1.10 USD، يعني هو دلوقتي الزيادة عن الدولار بيبدأ يتحول لك. سواء أنا عن نفسي كان عندي نقاط اللي هو 1099، يعني بالظبط 1.10 سنت، يعني 1 دولار فاصل 10 سنت، وهو بالفعل ترجمها لي اهو والسحب تم، يعني مفيش اي مشكلة. كل اللي عليك بس انك انت في الجيميل بتاعك بتوصلك رسالة من خلال يوم ليومين علشان الدفع يتم ببساطة، وبتسحب الارباح بتاعتك وبتوصلك في حسابك البايبال بكل بساطة، تمام يا صديقي. طيب يعني دي طريقة السحب عم محمود والامور تمام. ايوه، ولو في اي مشكلة حصلت معاك في السحب اتواصل معايا، وانا مطور التطبيق معايا على طول باستمرار متواصلين مع بعض، حللك المشكلة في أسرع وقت ممكن لو حصلت مشكلة. لكن كمشاكل الحمد لله رب العالمين مفيش أي مشاكل، والتطبيق شغال زي الفل ومية مية، تمام أصدقائي. أتمنى أصدقائي أن أنا أكون قدرت أفيدكم في الفيديو. ما تنساش يا صديقي ادعمنا بلايك، اشترك في القناة، فعل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وما تنساش تشاهد الفيديو السابق لأن فيه معلومات مهمة جدا، وانظر في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.